خير يا ابو ياسين، شو عم بتفكر؟ بفكر في اللي بيحصل لي ده كامل، يعني اروح على الكويت عشان اعمل لي قرشين تقوم الحرب، واجع على هنا على لبنان. المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. هذا قدر ونصيب، وان شاء الله يكون خير. ان شاء الله. انا بس كنت عايز اطمن يعني على الشغل في مصر، اخباره ايه؟ يعني المسارح شغاله، السينما يعني مفتوحه. يا سيدي بعد اللي صار لسه بتفكر انه في شغل بمصر؟ كل شيء وقف، الانتاج السينمائي والتلفزيوني والاذاعي. طب وقفوا الانتاج لما؟ يا حبيب قلبي حتى مباريات كره القدم اتوقفت. يو، مباريات كره القدم وقفت؟ كل الاذاعات المصريه بتقول جمله واحده، لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. عندهم حق طبعا، ده كده العالم تضحك علينا. اسمع يا ابو ياسين، بدي اقول لك شغله مهمه جدا. شغلتي يا كام؟ انك تقعد معي هون في لبنان ونفتح شراكه انا وياك وننتج برامج ومسلسلات اذاعيه وتلفزيونيه. طب وياسين وام؟ يا حبيبي حبعت اجيبهم يعيشوا معك في بيروت. بس الشراكه ازاي يعني يا كامل؟ ما انت عارف ان انا مفلس، امال انا كنت رايح الكويت اعمل ايه؟ انت يا اسماعيل كنز فني ومالي، وبعدين هتشاركني بنص اجرك، والنص التاني هتقبضه عند التوزيع. والله هي فكرة حلوة، بس زي ما قلت هتجيب ياسين وفوزي على هين. طبعا طبعا، بس بعد ما نمضي العقد والشراكة هنبعت نجيب ياسين وفوزي يعيشوا معك. ما تحمل هم، مش قلت لك اجري على اجرك؟ كل